السلام عليكم. اهتز القطاع الصحي بولاية قسنطينة صباح اليوم الأحد على وقع فجأة لما راح ضحيتها طبيبة حامل في شهرها الثامن، وحسب المعلومات المستقاه من موقع الفيسبوك وكذا صفحات إلكترونية ناشطة، فقد توفي طبيبة تعمل بالمستشفى الجامعي لولاية قسنطينة ابن باديس متأثرة بمضاعفة فيروس كورونا حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولي القطاع. وأكدت ذات المصادر أن الطبيبة تعمل كمساعدة بمصلحة الغدد كانت قد أصيبت بالفيروس منذ أيام، وتم نقلها إلى مصلحة الإنعاش بعد تدهور وضعها الصحي، خاصة وأنها حامل في شهرها الثامن، ولكن للأسف تغلب عليها المرض وتوفيت صباح اليوم هذا. وتقدم زملاء الطبيبة الراحلة بتعازيهم الخاصة والخالصة لعائلة الفقيدة وكذا زوجها طبيبة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها بوسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.